اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج من غزه. بعد تعرق عملها مرتين بسبب التجاذب السياسي بين حركتي فتح وحماس، من جديد تعود لجنه الانتخابات المركزيه الى قطاع غزه في ظل الجهود المستمره لاتمام المصالحه الفلسطينيه. فما هي الاليات التي ستقوم بها اللجنه في ظل هذه الاجواء، وكيف سيكون شكل دورها في تنفيذ الانتخابات التشريعيه والرئاسيه؟ رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيف هذه الحلقه الاستاذ هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنه الانتخابات المركزيه. اهلا بك استاذ هشام. ولكن قبل ان نبدا حديثنا، اجرينا مقابلات مع المواطنين في الشارع واخذنا ارائهم حول عمل لجنه الانتخابات الفلسطينيه. من جديد دعنا نتابع هذه المشاهدات ومن ثم نعود لنبدا حديثنا. اقول اللي بتقوله مظبوط، نحن في اجواء ايجابيه وفي اجواء مصالحه ايجابيه، ونامل ان ننهي هذا العمل وتبدا المصالحه الفعليه. نحن كمواطنون يعني اللي بيعنينا في الاساس انه عمليه التوافق تكون ما بين الجانبين، وانها تكون واضحه المعالم لكل المواطنين. طبعا اذا كانت الحكومه هذه بتدعي اي شيء او بتطلب اي شيء من الحكومه الاخرى او من المواطنين، تكون على بينه وعلى اسس الا تتفق عليها الجميع، يتفق عليها الجميع. فاذا كانت حكومه رام الله طلبت سجل الناخبين انهم يلتجئوا الناس انهم يسجلوا في هذه القضية، فلا مانع منها بس وفق اسس اللي يكون الكل واضح عليها ومتفق عليها. هذه خطوة ايجابية بالنسبة لنا يعني في قطاع غزة، وهذه بتكون اول خطوة ايجابية في طريق المصالحة لحل الانقسام بين الطرفين، وهذا كتير يعني منيح للمواطن كمان. ان شاء الله خير، احنا دائما نتفائل بالخير، وإن شاء الله تتم الانتخابات وتتم المصالحة وتمشي الأمور في الاتجاه الصحيح. طبعاً دي خطوة ممتازة وإيجابية، لأن أي شعب حر وواعي ومثقف لازم في عنده انتخابات وانتخابات حرة، ودي حلوة لحل الانقسام اللي في غزة يعني. والله نحن نأمل من الله على سير لجنة الانتخابات بالطريقة السليمة لكي نصل إلى هدف منشود، وهو طريقنا إلى المصالحة وطريقنا إلى الصناديق واختراع اللي هو في الانتخابات، ولا الاختراع في اللي هو في لجان الانتخابات. وطبعا نأمل من الله على سير هذه العملية بطريقة سليمة وطريقة تودي بنا إلى طريق المصالحة. من أنا بقول الله يوفق، وأنا يعني مبسوطة أنه بدي تصير انتخابات يعني في غزة، وسي يعني هذا بداية انه يعني مصالحة يعني كويسة للناس، وبتم يعني الانتخابات كل ناس حتبدأ برأيها وحيبدأ يعني الصح في هذا بداية الصح في غزة. أستاذ هشام، يعني بعد ما شاهدنا هذه المقابلات، السؤال هل أخذتم الضوء الأخضر بالبدء في العمل كلجنة انتخابات تشريعية ورئاسية؟ يعني الضوء الأخضر أعطي ضمن تفاهمات القاهرة وضمن الجهود المصرية مؤخرا لدفع حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة ضمن ملفات تم الاتفاق عليها، وبالتالي هذا هو الضوء الأخضر الذي تعمل عليه اللجنة. نحن وضعنا ضمن بنود هذا الاتفاق، ولكن يعني اللجنة لا تدعي شرف أنها تبدأ مفتاح المصالحة، ولكن لأن جهدها وعملها المطلوب هو جهد متواضع، جهد فني تقني نقوم به كل عام في الضفة الغربية، ولكن ظروف الانقسام لم نقم به منذ 2007 في قطاع غزة. ولكن نحن ارتضينا بهذا الدور، ونحن فخورون أن نقوم بعملنا في تحديث سجل الناخبين، آملين أن تسير باقي ملفات المصالحة وفق ما تم الاتفاق. نعم، ولكن بعد ما أخذتم الضوء الأخضر، ما هي الآليات التي ستقومون بها من أجل تحديث سجل الناخبين؟ يعني نحن حضرنا بالأمس كلجنة، قابلنا سيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة، وشرحنا له آلية العمل وما نحتاجه من الوزارات التنفيذية من دعم للجنة الانتخابات، وأبدأ استعداد، كان اللقاء إيجابيا يعني دعني أقول، وأصدر تعليماته للوزارات المعنية وبالتحديد وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية بتقديم كافة التسهيلات لتمكين عمل اللجنة من قيام بدورها المطلوب منها في غزة. اليوم صباحا أيضا قابلنا وزارة التربية والتعليم،
لتحديد عدد المدارس اللي هي تستخدم مراكز للتسجيل، وتحديد أيضا طواقم العمل المختلفة التي ستفرز من وزارة التربية والتعليم للعمل كمسجلين في مراكز التسجيل، وضمن الاتفاقية اللي وقعناها معهم سابقا، وتلاه لقاء أيضا مع وزارة الداخلية بخصوص السجل المدني للسكان لأغراض المقارنة عند معالجة بيانات السجل الانتخابي. نعم، السؤال الآن يعني ما المختلف في هذه المرة من عودتكم إلى قطاع غزة والبدء فيها؟ يعني دعني أقول الأجواء إيجابية أكثر، يعني شعرنا بالأمس بلقاء الأمس، اللقاء الحكومي بالأمس واللقاء اليوم من الوزارات استعداد كامل ودفع كامل بتمكين اللجنة من إكمال هذه المهمة الفنية، وأكرر يعني كمان مرة هي مهمة فنية بحتة هدفها هو رفع جاهزية لجنة الانتخابات إلى الدرجة المطلوبة للاستجابة لأي قرار سياسي وتوافق سياسي على تحديد موعد انتخابات. نحن دورنا وفق القانون الإشراف على العمليات الانتخابية متى تم الدعوة لها، بغض النظر هي انتخابات رئاسية أو تشريعية، وبالتالي تدعى من الرئيس أو يتم دعوتها من الرئيس، أو انتخابات محلية يتم دعوة إلها من مجلس الوزراء. ما بين العمليات الانتخابية اللجنة، أقصد في الأربع سنوات ما بين الدورة الانتخابية والأخرى، اللجنة تحدث سجلاتها بشكل سنوي، اللجنة تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني وتدرب طواقمهم ومشاريع تنفذ معهم مشاريع تعزيز الثقافة الانتخابية بالجمهور الفلسطيني، نعمل مع قطاعات كالمرأة والشباب والأحزاب السياسية وهكذا، ولذلك لدينا نشاط سنوي نقوم به بعيدا عن عمليات الانتخابية. نأمل أن نتمكن هذه المرة من تحديث سجل الناخبين، وليس فقط هو نهاية المطاف، بل نمتد لتنفيذ البرامج المجتمعية مع شركائنا اللي هم الأحزاب والمؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى أيضا تنفيذ هذه البرامج في قطاع غزة. نعم، الآن ندخل في الإجراءات الفنية، يعني كم عدد المواطنين الذين سوف يتم استهدافهم من خلال تسجيل سجل الناخبين؟ وفق تقديرات جهاز الإحصاء المركزي هناك 350 ألف مواطن بلغوا 17 عام، وهو السن الذي يحق لأي مواطن أن يدرج اسمه في سجل الناخبين، وبالتالي هذه هي الشريحة التي تستهدفها في قطاع غزة. في الضفة الغربية نستهدف شريحة أقل نسبيا، لأننا قمنا بعمليات تحديث حوالي أربع مرات، مش حوالي يعني بالتأكيد أربع مرات. في غزة سيتم افتتاح 256 مركز، في الضفة الغربية سيتم افتتاح 354 مركز، في الضفة سنستهدف حدود 60 إلى 70 ألف طالب جامعي وطالب ثانوي، وفي الضفة وفي غزة 350 ألف مواطن بما فيهم طلبة الثانوية العامة والجامعات، وسنقيم أو نجري فرق متنقلة تذهب إلى مؤسسات التعليم العالي وإلى مدارس ثانوية لتسهيل تسجيل هؤلاء في مواقع تسجيل. هناك بعض الأحاديث يعني دارت حول أن مدارس الأنور أو مدارس وكالة الغوث لا يمكن استخدامها بشكل كامل، أو لا يمكن إعطائكم بعض المدارس من أجل يعني استخدامها في تحديث سجل الناخبين، كيف سيكون تعطيكم معها؟ بالعكس تماما، يعني احنا العام الماضي أخذنا موافقة من مدارس وكالة الغوث، وفي الضفة الغربية عندما نجري التحديث نأخذ موافقة، نحن نخاطب الجهات الرسمية وهم يبدون الاستعداد، وضمن التزام بالحفاظ على المكان وعادته إلى وضعه حينما ننتهي من عملنا. نحن نحتاج غرفة واحدة، نحن لا نحتاج إلى كل المدرسة، سواء مدرسة وكالة الغوث تابعة للأونروا أو مدرسة الحكومة، مدارس حكومية، نحتاج إلى مكان فقط لتسجيل الناخبين. لا تنسى أن مراكز التسجيل والتي هي تصبح مراكز اقتراع لاحقا للشخص الذي يسجل في هذه المدرسة هي مدارس، وهناك مدارس وكالة الغوث أيضا هي أماكن لمواطنين قد سجلوا فيها سابقا. إذا كانت هناك مشكلة مع وكالة الغوث، مشكلة فنية أقصد في موقع أو آخر، يتم التفاهم عليه مع وكالة الغوث، ولكن نحن تجربتنا السابقة مع وكالة الغوث وحديثا العام الماضي بالتحديد شهر 6 وشهر بداية شهر 7 عندما أوقفنا عن العمل في آخر لحظة، كان يعني تعاون تام، وما كانش في رفض إطلاقا، كان في موافقة
على عملية تحديث السجل النخبي في مدارس. كان هناك تصريح للدكتور حنا ناصر حول أن 99% من المشاكل تم حلها من خلال اللقاء الذي جرى مع رئيس الوزراء في الحكومة المقالة الأستاذ إسماعيل هنية. لو تحدثنا عن طبيعة أو شكل هذه الإشكالية. يعني أنا بسميهاش يمكن طلعت مشاكل ولكن ليست هي مشاكل. يعني 99% من النقاط التوضيحية، ما هو المطلوب، ما هي المعيقات، كيف نذلل المعيقات، كيف ألا نربط عملية تحديث التسجيل الفني بالملفات السياسية الأخرى إذا تعثرت. يعني هذا هو ما تم التأكيد عليه في اللقاء اللي جمع اللجنة مع الأستاذ إسماعيل هنية والاجتماع الثنائي الذي تم ما بين الأستاذ إسماعيل هنية والدكتور حنا ناصر، هو كيف ألا ترتهن عملية تحديث التسجيل لأي خلاف سياسي أو لأي تصريح سياسي من هذه الجهة أو من تلك الجهة. تم التأكيد أن هذا إجراء فني بحت ليس له علاقة. موضوع الانتخابات موضوع آخر. موضوع الانتخابات يتم بتوافق، موضوع الانتخابات يتم بدعوة رسمية من الرئيس متى اتفق عليه مع الفصائل الفلسطينية جميعها، وهذا الموضوع ليس له علاقة بلجنة الانتخابات. نحن ننفذ متى صدرت المراسيم. حاليا نحن نقوم بعمل فني ميداني بحت هو تحديث سجل الناخبين لنصل إلى جاهزية عالية لتمكين السياسيين من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. نعم. طب على ضوء حديثك، الرئيس عباس أصدر تصريح بأنه ربط إجراء الانتخابات أو تنفيذ الانتخابات بتشكيل الحكومة، ما دوركم في هذا التصريح؟ إحنا ما لنا دور. إحنا كما حكيت لك في مقدمة البرنامج، نحن قدرنا أننا وضعنا في تفاهمات سياسية في اتفاق القاهرة أن تبدأ لجنة الانتخابات عملها وبالتالي تبدأ باقي الملفات. أوكي، نحن سنبدأ العمل. يعني نحن اعتبرنا أننا بدأنا العمل في غزة منذ الأمس. يعني كل الأمور، يعني الأمور اليوم اللي بحثناها مع التربية والتعليم والداخلية أمور تقنية بحتة ليس لها علاقة بتفاهمات ولا باتفاقات ولا يعني لقاءات ضمن بحث نقاط معينة لها علاقة كما ذكرت المدارس، العاملين، سجل السكان. متى يتم الدعوة للانتخابات؟ هذا شأن سياسي لا دخل لنا به. نحن لا نحدد موعد تاريخ الانتخابات، الجهة السياسية هي التي تحدد موعد الانتخابات. نعم. تحت طائلة اختصاصكم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولكن في بنود الاتفاق القاهرة الخمسة الأخيرة كان هناك إجراء انتخابات للمجلس الوطني. هل أنتم في لجنة الانتخابات لكم دور في انتخابات المجلس الوطني؟ لغاية هذه اللحظة لم نبلغ رسميا، لكن إحنا نتابع، نسمع بأنه على سبيل المثال هناك توجه بأن يتم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالقيام بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني في الداخل، وأن يتم تشكيل لجنة عليا في الخارج للإشراف على الانتخابات في الخارج. هذا يتوقف على القانون والتوافق على القانون وإصدار القانون، ومن ثم هذا القانون يكلفنا أم يكلف جهة أخرى. ولكن التوجه كما أفهمه أنه هناك توجه لتكليف لجنة الانتخابات، ونحن جاهزون بالمناسبة. السجل الانتخابي الذي نعمله ونحدثه وننقح باستمرار هو يصلح جميع أنواع الانتخابات الفلسطينية في الداخل، أقصد في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبالتالي نستطيع أن نجري انتخابات إذا ما تم تكليفنا به بخصوص المجلس الوطني في الداخل. نعم. أستاذ هشام، دعنا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال حديثنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود، بقوا معنا.